أما التبتل إلى الله عز وجل أن تنقطع إليه بالإخلاص، هذا هو التبتل المشروع، أن يكون قولك لله عز وجل متفردا له، لا شريك لله عز وجل في أقوالك ولا شريك لله عز وجل في أفعالك، وهذا هو التوحيد. فالمتبتل إلى الله هو الموحد، المتبتل إلى الله هو الموحد. أما المرائي أو المعجب أو المتكبر فكل هذه الآفات تناقض التبتل.